السلام عليكم، كيفكم؟ طمنونا عنكم جماعة الخير. واليوم رجعت لكم بفيديو جديد وبلعبة تراك سيميليتر التيميت، لعبة محاكي الشاحنات لجست لايف والاندرويد، ورابط تحميل اللعبة بتلاقوه بسند كلوسف. طبعا يا جماعة مثل ما بتعرفوا نزل تحديث جديد على اللعبة واللي هو 1.2.2. طبعا عملت لكم عليه شرح كامل، ويلي ما شاف المقطع بتلاقوه في الاشعارات او في نهاية هذا المقطع. ومن خلال الاضافات اللي صارت في التحديث ضافوا لنا الجرار او التراكتور اللي شايفين قدامكم، طبعا رح نجربه ونشوف شو وضعه يعني، ونجرب هل بنقدر ناخذ عليه حمولة ولا لا، وهل نقدر نشتغل فيه بعدين ولا لا. طبعا هذا الشيء كله هلا رح نجربه مع بعض ونشوف التصميم من الداخل ومن الخارج. فلذلك يا جماعه الخير يلي ما بيعرف يضيف هذا المود على اللعبه، رح اعملكم طريقه شرح سريع وبسيط لاضافه المود على اللعبه، ورح احط لكم اياها في نهايه هذا المقطع، فتابعوا المقطع للاخير لحتى تعرفوا الطريقه. فلذلك يا جماعه الخير قبل ما ابدا المقطع، سمو صلاح بي محمد عليه الصلاه والسلام، ولا تنسونا من اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس لتصلكم كل جديد، وبترككم مع المقطع. مشاهده ممتعه. وطبعا يا جماعه مثل ما شايفين قدامكم معنا اليوم الكاميرا السينمائيه اللي ضافوا لنا اياها جديد. طبعا يعني عم بتورجيك اجزاء كتير حلوه وفخمه، ويعني وضعيات للكاميرا عن جد حلوه. هي الاضافه يا جماعه الخير ضافوا لنا اياها في التحديث الجديد. طبعا وضعيات الكاميرا هي هون مثل ما شايفين، بس من اخترته وضعيات الكاميرا تقدر تختار الوضعيه هي مثل ما شايفين، اسمها وضعيه الكاميرا السينمائيه، يعني اضافه حلوه. فخلونا نشوف وضع التراكتور من برا. طبعا مثل ما شايفين فيه كتير يعني هيك تصاميم حلوة، مثل ما شايفين في ونش على ما اظن من قدام، وفي من ورا كمان ونش. فهل يا ترى بنقدر بعدين انه نقدر نجر عربية صغيرة او تريلا صغيرة للتريلا زراعية، عرفتوا كيف؟ فما بعرف هل يا ترى رح يصير هالشي ولا لا. طبعا مثل ما شايفين حيطينا هون سفتي ما سفتي، هدول البفتلو الضوية البفتلو عرفتوهم، فشو بتسموهم كتبونا في التعليقات. خلونا نشوف الشكل الداخلي. طبعا الشكل الداخلي يا جماعة بهذا الشكل مثل ما شايفين، شي حلو فخم. طبعا في شاشة هون على طرف اليمين، وفي في تيس وما في تيس وما بعرف شو. طبعا على طرف اليسار ما في شي مثل ما شايفين. طيب خلونا نشغل ونشوف شو الوضع. طبعا بامكانك هلا صار بس منضغط على البنزين مباشرة بتشتغل السيارة او بتشتغل التراكتور بهذا الشكل مثل ما شايفين، العدادات بهذا الشكل. شوفوا لي على الوضعية. طبعا جي بي اس هون كتير كبير وحلو للحقيقة، أنا كتير عجبني مثل ما شايفين، والله شي حلو. طيب هلا اخدين نحن حمولة تقريبا 66 كيلومتر، فرح نروح نشوفها مع بعض وناخدها. طيب خلونا نشد نشوف شو الوضع. طبعا بالنسبة للضوء المحطوط بالخلف هذا شايفينه، هل بنقدر بنشغله ولا لا؟ تعالوا نجرب. بس بنضغطنا على هون، نضغط على الاعدادات، نضغط صفر وبتشتغل يا جماعه، صفرت الانذار شايفينها. في عنا الضوء الداخلي يمكن بيشتغل، ايه والله بيشتغل. طيب تعالوا نشوف، نقدر نفتح النوافذ؟ اظن بنقدر. ما فيه نوافذ. شايفين؟ ما فيه نوافذ. طيب ما بيأثر. خلونا نسكر هي. ونروح نجيب الحمولة تبعنا. حمولتنا وين يا جماعة؟ هي هون على طرف اليمين. والله حلوة هذا الحياة. أنا أول ما نزل المود أو أول ما شفت المود هيك استخفيت فيه، إنه لقيت إضافة كتير غريبة، يعني إضافة مودات سيارات بي إم مرسيدس بعدين بضيفوا لك تراكتور. فشو هالترتيبة هي يا جماعة؟ أيوة جينا هلا الحمولة، بس وين؟ ما شايف لكم، بس هيك انه بتوقف مثل السيارة العادية، ما فيها انه شيء بتقدر تسحبه او بتاخده. فيمكن يضيفونا اضافات جديدة عليها، مثلا نقدر نسحب عربية صغيرة او هيك بالايام الجاي. طيب خلونا نشد ونشوف سرعة التراكتور. طيب ونشوف كمان مود الدريفت مود يا جماعة اللي ضافونا اياه تبع التفحيط. تعالوا نشوف. روح فحط يا شباب. والله رسمت لكم خمسة شايفين. طيب تعالوا، طريقنا من وين؟ طريقنا من هون يا شباب. خلينا نطفي هذا المود. يلا تعالوا نشغل النار. طبعا يا جماعة الإضافات اللي صارت في اللعبة كتير حلوة. بالنسبة للحساسية صار بإمكانك تعدل على حساسية التركيز يوم التحكم،
وصار بامكانك كمان مثل ما ورجيتكم الكاميرا السينمائيه، طبعا وضعيه الكاميرا السينمائيه كمان، وصار بامكانك كمان تنظف الزجاج الامامي، يعني بس من نظفته مباشره بتضغط عليه بهالشكل حتى بيرش لك مي، ما بعرف اذا ملاحظين بيرش مي وبيمسح بنفس الوقت، شايفين؟ فإضافة حلوة كان سابقا بس بيمسح، هلا صار بإمكانك تنظف وتمسح وترش مي بنفس الوقت، عرفتوا كيف؟ إضافة حلوة. والله سرعته عادية للحقيقة، مو سريع كثير كثير، يعني يعطينك وضعية حقيقية للمود، مو إنه بيطير تلاقي وينك تراكتور سريع فراري. ورجوني صوت الزمور روح. طبعا اول ما نزل المود يا جماعة كان بيظهر لك مشكلة فيه، ان كان يظهر لك لون زهري يا جماعة، فهلا تغير الوضع، بس من اول ما نزل المود كان يعطيك لون زهري للمود، فكان فيه خلل او كان فيه مشكلة وتصلحت الحمد لله، فكتبولي اذا كان صلحت عندكم ولا لا. طرينا من اليمين يا معلم. Exit right. شوفوا على الشاشات يا معلم، عن جد تصميم كتير فخم يا شباب. ما بعرف اذا ملاحظين كمان على اليد تبع شو اسمه الغمازات شلون بتشتغل بتوقف، شايفين؟ ما بعرف اذا ملاحظين، هي يسار هي يمين. طيب المساحات، شايفين المساحات كمان يا اخي؟ والله عم يشتغلوا شغل حلو، بس مع الاسف يعني اللي كان لازم يضيفوا لنا مودات شاحنه مثلا، يضيفوا لنا مود باص، هيك شغلات، عرفتوا كيف؟ عشان انه تكون اللعبة واقعية اكتر، والاهم من كل هالشيء انه تكون اللعبة عالم مفتوح يا جماعة، يعني هاي اللعبة لازم تكون عالم مفتوح، ما لازم تكون هيك مقيدة بهذا الشكل انه تاخد حمولة وتروح توصلها وبس، يعني لازم يكون فيها تغيير جذري، فان شاء الله تزبط وتصير مثل ما عم نحكي. طبعا سرعته 60 فقط، هيك شايف الكل، او ما فيه سرعة كتير كتير. هلا في شغلة ما زبطت معن، واللي هي يا جماعة انه فرين الايد الهاند بريك ما مشغلينه ابدا، يعني بالنسبة للمودات كان لازم يضيفوا انه الهاند بريك يشغلوه وتقدر تفحط فيه، ما في داعي انه مثلا تفحط بس هيك عن طريق الفرين العادي، عرفتوا كيف؟ فهذا الشيء ما مشغلينه، بس هيك انه حط لك الدريفت مود بتهجول بتفحط بدون ما تضغط على فرين الايد، يعني عرفتوا كيف؟ فهذا طيب يا جماعة أنا برأيي ما نوصل الحمولة للأخير، خلونا نشوف إنه هون شي زرق أو شي مكان نوقف فيه بستان ما بستان، ويعني أنا هيك برأيي ما في شي إنه تقدر توصله، عرفتوا كيف؟ فمشان هيك يا جماعة خلونا نصفوني. وهلا يا جماعة رح ننتقل لطريقة تحميل المودات وتركيبهم على اللعبة. طبعا يا جماعة مباشرة بتروحوا على هاي القائمة، القائمة الرئيسية، بتضغطوا مباشرة على تحميل DLC بهذا الشكل. طبعا بيظهر لك هاي الواجهة، بتضغط على السحابة باللون الأزرق، بعدين بتضغط على تحميل DLC وبينقلك مباشرة لهذا الموقع. طبعا هذا الموقع خاص باللعبة مثل ما شايفين قدامكم، تراك سيميليتر التيميت مودز، تمام؟ بتنزل لتحت بتلاقي مود التراكتور اللي معنا من شوي، وطبعا بتلاقي السيارات البي ام المرسيدس الشاهين، وطبعا هون اللوجويات وما لوجويات وهالشغلات هي، طبعا هدول كلهم بتقدروا بتجربوهم اذا كان بتحبوا. طبعا مباشرة نحن رح نضغط على التراكتور مثلا. هلا يا جماعة بتضغط على الكوبي يو ار ال مثل ما شايفين، بس من ضغطت عليها بهالشكل بيقول لك هون نسخ او تم النسخ للرابط تبعه، بتعمل له حسنا وبتعمل رجوع وبترجع للعبة مباشرة، بتضغط على اضف
وهيك بيقول لك انه ضفت لك المود على اللعبة. تمام يا جماعة، بتروح مباشرة بتعمل رجوع بهذا الشكل، وبعدين يا شباب بتروحوا على الملف باللون الاخضر بتضغطوا عليه بهالشكل وبتلاقي المودات يلي عندك، تمام، يلي ضفتهم جديد. طبعا بس من ضفت المود بيظهر لك هون كلمة تمكن او يمكن او يمكن او هيك شيء، فبتضغط عليها. اذا كان بدك تحمل التراكتور لاول مرة بياخدوا منك 220,000 لحتى تقدر تضيف التراكتور على اللعبة، تمام. واذا كان بدك تضيف السيارات كمان نفس الشيء، اول شيء بيطلبوا منك 110,000 وبعدين بتصير السيارات مجانية، تمام يا جماعة. فهي الخصائص لازم تعملوها لحتى تضيفوا التراكتور والسيارات والمودات هدول كلهم على اللعبة. فالطريقة كتير سهلة يا جماعة الخير، ما فيها أي صعوبة، أنا شرحت لكم إياها سابقا، بس في كتير ناس ما عم بيشوفوا المقاطع السابقة أو المقطع تبع تحميل المودات وإضافتهم هالشغلات هي. فمشان هيك يا جماعة حبيت أعمل لكم هذا المقطع وإن شاء الله تزبط معكم الطريقة. والله يا جماعة الخير مثل ما شفتوا بهذا المقطع جربنا التراكتور، ويعني التراكتور حلو للحقيقة، بس ناقصه شوية شغلات لازم تنضاف مثل إضافة التريلا، تريلا تكون مخصصة له، أو أماكن نقدر نشتغل فيه، يعني نحرس أرض مثلا، نزرع أرض ونعمل هيك شيء. فإذا بصير هيك شيء على اللعبة بتصير كتير حلوة وفخمة. فلذلك كتبوا لي رأيكم في التعليقات شو بتحبوا أنتوا ينضاف على اللعبة. والله يا جماعة الخير بتمنى منكم لا تقصروا معنا ودعموا المقطع باللايك، واشتركوا بالقناة إذا ما مشتركين، ولا تنسوا تفعلوا زر الجرس وصلكم كل جديد. وبترككم بأمان الله وسلام.